السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الصمت الغير المبرر من الإعلام الرسمي عن قضايا الفساد الرياضية الجزائرية. ما هو الصمت ولماذا الناس صامتة؟ علاه لازم فانيك لونكات في هذا الإعلام وهذه القنوات؟ نعرفوهم شكون اللي دارهم ولم نتابعين هذه القنوات، هما اليوم راهم في الحباس، وهذو مازالوا يعطوا الولاء للناس اللي راهم في الحباس. يقارعوا في كاع دوره، يقارعوا في الدوره برك. انا نقول لك راه بديم طارق داسينهم يقارع في الدوره، يقارع الضربه تجي يضرب. شاهدنا نهار الانهزام تاع اوغندا، يعني قامت القيامه، قامت القيامة. تما غير خافوا الأذان الأول تاع الفجر أذن عليهم، هذا مكان خافوا الأذان تاع الفجر أذن عليهم. يقول لك أودي قامت القيامة، لكن قضية كيما هذه اللي تشغل الرأي العام مكانش كيف يتكلم عليها. ما هي الأسباب؟ صمت رهيب، سكوت رهيب. أين أنتم؟ صورتو العصر، صورتو وين الهيصل ينتظر في اكسجين من عندكم، يعني وتحكوا لهم لا يفطوا يرقدوا يناموا على احلام سعيده. وراه مراد، وراه مجيد بطمين، وراه داك التدوينات تاعك، وراه السي مصطفى معزوزي داك ياه. وانت تقول انا نهضر كوريك، انا نهضر ديجال، ما عندي لا. وراك يا سي مصطفى معزوزي، وراك السي معطاوي، السي مهوي، زين عامر، كذاك مؤمن أيد قاسي، ناسي بوزول، وراكم ناسي، حتى ناسي بوزول. وراكم يا ناس، وراكم الهيشر يحوس عليكم، يريد يعني يريد أكسجين. راه يموت الهيشر، راه يموت زعماء الهيشر، راهم يموتوا. مش ما عارفينهم يهضروا على حسين جنات، يهضروا منا يجيبوا لك، بقى لهم غير ذاك يطلعوه كيسموه بوزويل ولا ما كيعيطوا له، ذاك اللي خون البسكليتات. راه يطلع خاين، يطلع عند خاين. واحد خون بسكليتات، يعني كان مسؤول وخون بسكليتات، وواحد كان يخون الصبابيط من لي ماكازا عند شينويه. هذا مكان ذا خاين يطلع في خاين، هذه هي. يعني اذ كان الصمت العديد من المؤسسات الاعلاميه الخاصه حول قضيه الساعه هو الفساد في كره القدم الجزائريه امر عادي، باعتبار ان اغلبهم يعني بايع الماتش، تعرفوهم أغلبية تاعهم بايعين الماتش، ومستنفع من العصابة، والدليل أن أغلب البلاطوهات وأصحاب القلم والقريسات يعني ينظرون تحت اللواء الجماعة، يعني الفتى الذهب، يعني كما نقولوا حنايا الخاين وأساس الخاين حتى سائقه. فالغريب والعجيب هو الصمت التلفزيون الجزائري العمومي والإذاعة الجزائرية وحتى وكالة الأنباء الجزائرية بعدم يعني التطرق لقضية الساعة المتعلقة بالفساد على مستوى الاتحاد الجزائري، رغم أننا على علم بتوجيه البعض هناك، ومع أي طرف معهم يعني متخنقون، يعني وين داخلين من تحت في المؤسسات، مازالوا لازم فانيك ينقوا، لازم المؤسسات تنقي، لازم يعني لازم تنقي برك. والاكثر من هذا، لا تلفزيون عمومي ولا اذاعه عموميه ولا وكاله الانباء العموميه تكلمت في برمجها ونشرته او كتبت حروف يعني موقعها على موقعها عن النتائج التقريرية المالية والأدبي الأخير في جمعية العامة للفاب بنادي الجيش بابن مسوس، الذي كشف عن خروقات وكوارث مالية لا يتصورها العقل. ومن حقنا أن نطرح تساؤل عن من يتحكم في الإعلام العمومي، ومن هي الجهات التي رفضت رفضا قاطعا التطرق لقضايا الفساد في كرة القدم الجزائرية. هذا ليس تشويه للجزائر، بل شيء يتمناه جميع الصديق
والعدو ويؤكد محاربة الفساد بهوادة في بلادنا ومحو صورة السيئة على أننا في بلد يعني يحمي يعني تعال يقول لك بلد يعني لازم ناس احنا ما ناش خير من الصين ما ناش خير من كوريا دوك تاع اليابان هذوك اللي دخلوا لونترينر ودخلوا رئيس الاتحاديه بيربات اعدام 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 لازم لك كيما هكا. اما الاعلام الخاص الاعلام الاستحمار والاستغباء وتأليب الراي العام لا تعليق فهناك الكثير من مؤسسات تسترزق من حنفية العصابة في حين هناك صحفيون عبارة عن مناجير والآخرون باعوا ضميرهم بحفنة يعني سيراميك والفايونس والآخرون باعوا شخصيتهم لأن أبنائهم أو أطفالهم من عائلتهم تم تسجيلهم في أكاديميات والآخرون يعني بعرض يعني بعرضه يعني كما نقولوا بعرضه لكاسكروت تاع فريت اوبليت ما يبيعش يعني يعني بايع الماتش بل يبيعون حتى بلدانهم ولا العجب ان تجد اكثرهم عملاء وخونه يعني فيقوا وحنا نعرفوكم غير فيقوا يعني شاهدنا مليح فعندما يعني عند انهزام المنتخب الجزائري من مغينيا بملعب نيلسون مانديلا منهم من فرح وهلهل لخسارة بلاده أمامنا يعني وأنتم مسجلين عندنا لا تقلقوا يا خونا أجي نهار تاعكم يعني بايعينها من الأصل ويظهرون في قنوات لإعطاء دروس في الوطنية ما تعطوا ناس دروس ما خص ناس دروس تاعكم ما عرفوكم حنايا ما عرفوكم ما تعطوا ما تقولوا الناس بلاد ما منو منو كل كاش يا ما تكذبوش علينا هذه باش يكون على بالكم عرفت تكذبوا علينا الله يرحم الشوابي نعرفوكم مليح نعرفوكم اليوم ما زال كاين قضية أخرى قضية المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري الإسباني لوكاس ألكاراس تطفو إلى السطح في كيفية تلقي تعويضات مالية مقدرة ب 35 مليار ألكاراس كان قد لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية التعس من أجل الحصول على تعويضات الأموال التي تحصل عليها ألكاراس لم يتم يعني الكشف عنها بطريقة مباشرة في التقرير المالي سنة 2021 لحد الآن لا توجد أي معلومات حول كيفية تلقي الإسباني أمواله واو تعرفوا ما تعرفوا هما راهم عارفين كيفاش راحت الأموال كاين الخير كاين الخير والخمير كاين الخير والخمير شو بين لونترينر السابق بصح باه يروح للرايان باليش كاينين طرحوا اسئله على عمك على عمو هشام على على شنويه على ابو كلبه هذوك بالك يعطوكم سبحان الله يا خويا قاصحي ثانيك راح هذاك جمال قاصحي راح العديد والعديد والعديد سوف لن يبقون ولن نراهم هذه هي ما غادي يشوفوكم ما نزيدو ما نزيدو نسمعو بكم ان شاء الله بربي ما التالي يا ماذا بكم الله يرحم الشوابي قولوا لنا برك قولوا لنا خبر شوفوا خبرونا 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 وراه واصله عندكم اعلام تاعنا اعلام اعلام النازيه ياه اعلام النازيه الله يرحم الشوابي قولوا لنا لا بغيتو ربي رانا قارعوكم رانا قارعوكم الله يرحم الشوابي مي قارعوكم ورونا الحقائق لا بغيتو ربي ياه ماذا بكم اعطونا الناس يتقارع لكم وكلش لازم تمدوا حقائق صاحبي ماشي غير هكا هذه هي لازم لكم عمرو ما قوم بها هاز بينا غير بالبرود ولا ها بزاف
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، وربي يحفظكم.